سنوات ونص ما نعرفوش من اضطهدنا، ما نعرفوش من عذبنا، ما نعرفوش من سجننا بالمئات وبالآلاف، ما نعرفوش من حرمنا لأسباب سياسية من حقنا في الشغل، ما نعرفوش من عطل تدرجنا في العمل، ما نعرفوش شكون سحب منا حقنا في حرية التعبير، في حرية التنظيم، في حرية المشاركة السياسية. 23 سنة من الاضطهاد ما نعرفوش شكون كان مسؤول عليها. كل من دخل السجن لا نعرف لماذا دخل السجن، وكل من خرج من السجن ما نعرفوش علاش خرج من السجن. هذه المسؤولية الكبيرة، وقع تهاون كبير في حق من وقع اضطهاده ومن وقع غبنه من الشعب التونسي لمدة عقود من الزمن. 3 سنوات ونص تهاوننا فيها في موضوع العدالة الانتقالية. ولذلك الموضوع اللي مطروح اليوم، هل سنبقى نتفرج على ثورة مضادة زاحفة يمكن أن تستولي حتى على الحكم وأن تعيد حتى هؤلاء النواب الذي أنظر إليهم وأعرفهم في سنوات الاضطهاد كانوا مضطهدين، كيف أن أخلوا وأخلينا نحن بأسرنا بهذه القضية الأساسية؟ هي قضية الحقيقة والإنصاف. الشعب التونسي ما ينجم يرتاح، ما ينجم يتصالح إلا على أساس معرفة الحقيقة. من اضطهدنا؟ من عذبنا؟ من سجننا؟ من حرمنا حقوقنا؟ سيد الرئيس، أقول هذا وبأعلى الصوت، ونحن الذين في الجمهوري ضد الاضطهاد، ضد المصادرة متاع الحقوق الجماعية، احنا اللي لاعتبارات إنسانية وفد من نواب الحزب الجمهوري مشوا للسجن والتقوا بمعتقلين من بين الناس اللي انتموا للنظام السابق للتعرف على ظروف اعتقالهم. انا شخصيا دخلت لدى وزير العدالة الانتقالية باش نتكلم على ظروف اعتقالهم في العوينة. انا دخلت لدى السيد نور الدين البحيري وزير العدل لمعرفتي لأسباب صحية إنسانية. احنا ما عندنا حتى نية للانتقام، نحن نريد ان نتصالح، ولكن نتصالح على اساس الحقيقة والانصاف. حتى لا اطيل سيد الرئيس، يبدو اني تجاوزت الوقت، اقول انه المطلوب منا شيء. العفو العفو، 30 ثانية رجعوا.